بعول هنا على هذا الرسم. قلنا أكو ثلاث blue regions تمام، هذاني ثابتات بعو بال active وال inactive form conformation. هنا ثابتات بعنا ثلاث ثابتات هنا همينة، هذا inactive وهذا active conformation. خوش. والمتغير عندي هو ال gray region. زين، من يكون عندنا hydrophobic region معناته أقول يعني كما زيدنا تعرفون إن مثلاً هنا عندنا فنل اثل طبعا باعوا هنا هذا مو دواء، هذا بس شويه بالكم يعني هذا مو دواء، هذا كونفورميشن موجود داخل الريسبتر مالتي، اكتف كونفورميشن اوف ذا ريسبتر. فرقوا رجاء، اكتف كونفورميشن اوف ذا ريسبتر موجود بالريسبتر، يعني هذا الكونفورميشن اذا اجى دواء تمام دواء به ذني ثوابت وبي اثل فن، هذا الاثل فنل، اثل فنل جروب. خوش، فهنا راح يسلك سلوك أغونست، حيسلك سلوك أغونست تمام. ليش؟ لأنه الأكتف كونفورميشن من الريسبتر ماتي هذا شكله، هذا هو شكله، هذا الشكل ماته يعتمد لي على وجود الأثل فنال جروب تمام، أو يعني هاي أروماتيك رينج. فإذا إجا دوا تمام بأثل، هذا الأثل فنال جروب راح يرتبط لي بالاكتف كونفورميشن ويكون هو هذا دواء ماتي اغونست، يعني الريسبتر ماتي بيقدر يميز الاغونست عن الانتاغونست. واذا اجى جروب، واذا عفوا اجى يعني مركب او دواء كان يحتوي لي على هاي الاليل جروب حيكون انتاغونست، لانه راح يشتغل على الاكتف كونفورميشن اوف ريسبتر. فهنا قدرنا نميز بين الاغونست والانتاغونست تمام. يعني انا اجى الاغونست ارتبط لي بهذا البايندينج سايت تمام، حول لي اكوبريوم باتجاه منه باتجاه الاكتف، باتجاه الاكتف مو، وانا الانتاغونست حول لي اكوبريوم باتجاه الان اكتف فورم. خوش.